السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة هنا أيها الكرام الفضلاء، سأل فيها السائل الكريم من اليمن، وهو يقول: إذا ذبحنا الأضحية وكان في داخلها جنين، فكيف تكون أحكامه؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، روى الخمسة إلا النسائي، أعني أحمد والترمذي وأبا داود وابن ماجه وصححه، عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. وقال الترمذي وفي الباب عن أبي أمامة وعن أبي هريرة وغيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين. ما معنى هذا أيها الكرام الفضلاء؟ معنى هذا أنه إذا ذبحت الناقة أو البقرة أو الشاة وفي داخلها جنين، فزكاة هذه الناقة، هذه البقرة، هذه الشاة هي زكاة هذا الجنين، لأنه جزء منها. وقال ابن القيم رحمه الله: كيدها وكرجلها إلى غير ذلك، لأنه يتغذى من داخلها، يتغذى من داخلها. ولذلك قال عبد الله ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مالك في الموطأ، قالوا: إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه. ما معنى هذا؟ يعني إذا نفخ فيه الروح، هذا معنى أشعر الجنين، هذا معنى أشعر الجنين، لأن هذا في حالات الجنين لما يكون في بطن أمه، إما أن يكون لم يشعر، يعني هو لم يتخلق، فهذا يعتبر ميتة لا يؤكل، وإما أن يكون قد أشعر ومات قبل زكاة أمه، هذا أيضا ميتة لا يؤكل، وأن يكون قد أشعر يعني نفخ فيه الروح ومات بعد زكاة أمه، فهذا زكاته زكاة أمه. والحالة الرابعة أنه ينزل بعد ذبح أمه، وينزل أو بعدما يتم سلخها يخرج فيه حياة مستقرة، فهذا يجب زكاته. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يرى، وذكر ذلك ابن القيم، أنهم يرى أنه يزكى بعد أن ينزل، حتى لو نزل ميتا يزكى. قالوا: ليس للزكاة الشرعية، إنما ليخرج منه الدم المحتقن، لأن من جهة الطب أنهم كانوا لا يرونه بأكل الأجنة بما فيها من الدم المحتقن، وكان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحاصل في المسألة. صلى الله عليه وسلم.